رايح نقوم بحملة مع شركة أجنبية باش نجلب استثمارات جديدة اللي رايحين يشتغلوا في الاستكشاف، في الاستكشاف أو في إنتاج أو تطوير وإنتاج بعض الحقول الصغيرة اللي تحتاج استثمار. وهذا الشيء يكون رايح يخفف على سوناطراك، لأن سوناطراك الآن حاليا هي اللي راها قائمة تقريبا نقدر نقول لك 90% من الأشغال، كل الأنشطة استثمارات إنتاج اكسترا، وهذا كل عبء عليها، خفف عليها. لما لأن في الاستكشاف لما تجي شركة أجنبية تستكشف تأخذ قطعة والاستكشاف هي اللي تتحمل كل المصاريف، سوناطراك ما تديرش ولا دولار واحد ما تحطوش.